حقيقة استلامي لأول شيء مو مغامرة، لأن أنا كنت من بداية الموسم مع الفريق، وكنت كمشرف فني وكنت قريب من الفريق جدا وقريب من المدربين. طبعا واجه صعوبات كثيرة. أول حاجة يعني الدوري طويل ويحتاج كم هائل من اللاعبين. احنا من بداية الموسم كنا نعاني من الإصابات، وما زلنا يعني لنهاية الدوري واحنا عندنا إصابات كثيرة. طبعا اللي يدخل ويعرف يعني خبايا دوري يلو يعرف ان يحتاج الى كم هائل من اللاعبين، ومن اللاعبين الجاهزين مو بس من اللاعبين. الله يشهد ان انا ما كنت اتوقع في هذه السنة ان انا اتولى هذه الاشراف، ولكن ظروف ما هي اللي وضعتني في هذا المنصب. ولكن الفريق بلا شك كنا نشتغل من بداية الموسم للصعود، وأكبر دليل على أن إحنا أكثر فريق كنا نتسيد ونتصدر هذا الدوري أكثر من 30 جولة وإحنا في المركز الأول. تأخرت الرواتب لظروف ما وللحوكمة والكفاءة، أخذ الكفاءة كانت في التزامات سابقة على الإدارة، صار في هناك يعني أشياء أولويات، فكان من الأولويات أن يصرفون أشياء قديمة حتى يسكروا الملف.